السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني النحالين، أسعد الله أوقاتكم بالخير والعافية والرضا والرضوان من الله تعالى. في موضوع يتساءل عنه كثير من إخواني النحالين عن المواد العطرية الطبيعية التي يتم من خلالها مكافحة الفاروة. قمت بتدوين كثير من المواد وفرزها حتى نفيدكم في ذلك. ذكرت في طيات هذه المواد ما هي وكيف تستخدم في مكافحة الفاروة. فنبدأ على بركة الله في المواد التي تستخدم في التدخين، وهي قسمين. القسم الأول هي الأوراق اليابسة. ما هي الأوراق التي يمكن استخدامها في التبخير في مكافحة الفاروة؟ أول هذه الأوراق هي أوراق الكينا أو الكلابتوس كما يقال، وعندنا في اليمن يطلق عليها في بعض المناطق الريفية الساق، كذلك العرعر والقريص. القريص مشهورة جدا وهي لاذعة، تسبب حكة إذا لمست اليد. كذلك من المواد أو من الأوراق التي يستخدم تبخيرا هي الزعتر، الشيح، العرعر، ولا ننسى النعناع. متوفر في كل البيوت النعناع، يزرع على أسطح المنازل أو في فناء وحديقة المنزل. وهناك أوراق كثيرة، لكن أعطيكم معلومة، أي أوراق أو أي عشبة نلاحظ أن لها ريحة زكية يمكننا استخدامها تبخيرا، ما فيش أي مشكلة، نقوم بوضعها داخل المدخن، وأثناء الكشف على الخلية استخدمناها وما فيش أي إشكال. على العموم، هذه بعض المواد أو بعض الأوراق التي تستخدم تدخينا. سأذكر لكم الآن كيف تستخدم أو ما هي الطريقة الصحيحة لاستخدامها. نقوم بإحضار المدخن، معروف المدخن، نضع في أسفل هذا المدخن قطعتين من الجمر، سواء جمر صناعي أو جمر طبيعي، ثم نضع عليه هذه الأوراق الجافة. الأوراق الجافة سيبدأ بالتدخين. فوق الأوراق مباشرة نضع أوراق خضراء. سيسأل سائل، لماذا الأوراق الخضراء؟ الأوراق الخضراء تعمل على تبريد الدخان الحار، فيسبب نوع من الليونة والرطوبة، ولا يكون حارق عند التبخير داخل الخلية. هذه هي طريقة استخدام هذه المواد. يمكننا استخدام أكثر من مادة تشكيل الأوراق، سواء كينا، شيح، زعتر، أي شيء، نجمعها مرة واحدة ونضعها داخل مدخن ونبخر مثل ما ذكرت لكم. طريقة التبخير، يتم التبخير من فتحة السروح بدفع دخان بكميات كبيرة، ثم إغلاق الخلية لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق. يفضل استخدام هذه الطريقة في المساء، يكون النحل متواجد بشكل كامل داخل الخلية. ما هي المواد الطبيعية التي تستخدم كذلك في التدخين على الخلية لمكافحة الفاروة؟ من هذه المواد المستكى، طبعا كلها معروفة موجودة عند العطارين، المستكى، لبان الذكر، الجاوي، التيمول، المناتول أو المناتول. أخلط دائما ما بين المناتول والمناتول، وهي مادتين مختلفتين. تستخدم على العموم هذه المواد اللي ذكرتها تدخينا. كيف ذلك؟ بنفس الطريقة السابقة، إحضار جمر ووضعها داخل المدخن، ثم بعض الأعشاب
اليابسة مثل العرعر أو يعني الكينة الزعتر الشيح المواد السابقة، ثم تضع قليل من الثيمون أو المنتول أو اللبان الذكر من الأعلى ثم تدخن. الحرارة ستسبب سيولة لهذه المواد ثم تنطلق منها رائحة نفاذة وقوية جدا. هنا نستطيع مكافحة الفاروة بنفس الطريقة التي قمنا بها مساء. السؤال الثالث، ما هي الزيوت الطبيعية التي يمكن استخدامها لمكافحة الفاروة وكيف يتم استخدامها؟ من هذه المواد، طبعا أنا أذكر بعض المواد وأقول لكم يستطيع أخونا النحال استخدام أي مادة نفاذة ذات ريحة عطرية في مكافحة الفاروة. من هذه المواد زيت الكينة وزيت النعناع وزيت الثوم والخردل والزعتر وزيت شجرة الشاي وكذلك أبو فاس، معروف اللي في الصيدليات أو في بعض المتاجر. أبو فاس هذا يحتوي على أكثر من عشبة أو أكثر من شجرة تم استخلاص زيوتها وتستخدم كذلك في مكافحة الفاروة. وكذلك يوجد زيت آخر ويسمى بزيت المرو تقريبا، يستخدم في مكافحة الفاروة. طيب ما هي الطريقة التي يمكن استخدام هذه الزيوت في مكافحة الفاروة؟ نقوم بإحضار قطعة من الكرتون ونقوم بوضع بعض القطرات على هذا الكرتون ووضعه داخل الخلية في أي وقت، وخاصة يفضل دائما في المساء يكون النحل موجود. ويمكن أن نقوم باستخدام أكثر من زيت بالتقطير على هذا الكرتون ووضعه داخل الخلية. هذه الطريقة كذلك ممتازة جدا، ويمكن لأخونا النحار استخدام أي زيت من هذه الزيوت في المكافحة. طبعا للتذكير، تستخدم الزيوت 4 أيام أو 4 مراحل. نقطر على الورقة ثم نتركها، فإذا لاحظنا أن الريحة قد ذهبت من الكرتون نعيد التقطير في نفس الكرتون أو تغيير كرتون آخر 4 مرات في دورات مكافحة الفاروة بالزيوت العطرية. سؤال ويرد كثيرا، هل أستطيع مكافحة الفاروة بالثوم والبصل؟ نعم تستطيع أخي النحال مكافحة الفاروة بالثوم والبصل. كيف ذلك؟ من خلال طريقتان. الطريقة الأولى، نقوم بتقطيع الثوم والبصل أو أحد منهم ووضعه فوق الإطارات مباشرة. الطريقة الثانية، يمكن هرس الثوم أو البصل، وهذه ما نفضلها دائما، ووضعه داخل شاش طبي معروف أو قطعة من القماش المتوفرة في البيت بس أنها تسمح لنفاذ الروائح منها، وربطها بمقدار حفنة وربطها جيدا ووضعها داخل الخلية. تغير كل يومين أو 3 أيام أو إذا يبست لمدة 4 مرات. طبعا سيقول البعض أني أطول، أنا لا أطول، أحاول قدر المستطاع أني أختصر قدر المستطاع وأكتب بالقلم على الورقة على سنة لا أطول. طبعا ملاحظات قد كتبتها، يمكن ايوه، ومن الضروري عن للتأكيد فقط، يمكن وضع ورقة مدهونة بالفازلين تحت الإطارات او تحت الأقراص مباشرة حتى اذا سقطت الفاروة تسقط وتلتصق بالفازلين. طبعا هذه مجمل لطرق مكافحة الفاروة، المواد العطرية والطبيعية تبخيرا وتقطيرا بالزيت فقط. يمكن طبعا استخدام الثوم، كل مرة أذكر معلومة، يمكن استخدام الثوم مع الخل بالرش المباشر على النحل وهذا يعمل على تساقط الفاروة. طبعا هذه المواد يفضل أن نستخدم، هذه تستخدم للوقاية، لكن يفضل استخدام المواد العضوية مثل الأوكساليك والفورميك وحمض اللبن وبعض المواد الطبيعية، هي مواد طبيعية ولا تؤثر
ولا تجعل متبقيات في العسل ولا تؤثر على النحل إذا تم استخدامها بطريقة علمية. وإن شاء الله سأوفر لكم محاضرة أو درس حول المواد الطبيعية العضوية وكيف استخدامها، استخدمها لما يقارب 4 إلى 5 سنوات والأمور طيبة جدا، ولا أستخدم غيرها، أستخدم الفورميك والأوكزاليك في منحلي فقط. تحياتي للجميع.